أعتقد أن أحسن مكافأة يعني أو أحسن هدية في عيد ميلادها هو هذا الكرم الشديد اللي العبد. والعبد يعني من حيث الشكل ومن حيث المضمون ومن حيث الفكرة فرض ربما على زملاء الأساتذة أو كون لديهم فضولا في أن يقرأوا العبد. ما أريد أن أقوله هو أنني أفدت كثيرا مع طالبتي في الاستماع إلى ملاحظات الأساتذة التي تنم عن جهد كبير بذل في قراءة العبد. فشكرا للأستاذين، شكرا جزيلا، وآمل أن تأخذ الطالبة بملاحظات الأستاذين الكريمين. هناك ملاحظة فقط ربما خارج السياق ولكن لها علاقة غير مباشرة بالموضوع، وهي أن البحث الجامعي في الحقيقة من الماستر إلى الدكتوراه يتوجب أن يكون منتجا أو مبدعا، ليس من حيث الكم وإنما من حيث النوع. يعني لا بأس أن تكون مطروحة الدكتوراه فيها 30 صفحة أو 40 صفحة، ولكن فيها فكرة، فيها يتحدث الباحث بلسانه، ولا نحاسبه بعدد المراجع. نحن نرى أن الأطروحة تكون جيدة إذا كانت المراجع كثيرة، وهذا في اعتقادي اعتقاد مقلوب. يعني الباحث الجامعي يجب أن ينتج فكرة جديدة خاصة في الميزانيات، وقد أثرت هذا الموضوع يعني عمدا. ربما تناقشت مع الطالبة وبعدما أحط بالسياق أن الطالب لديها طموح ولديها اجتهاد اخترت لها هذا الموضوع بعد الأخذ، ربما كان التلقي العربي ثم حولناه إلى التلقي المغربي، واخترت هذا الموضوع يعني من خلال انتهاء الطالبة والمناقشة لاحظت أن الاختيار كان موفق، أنه أثار فكرة، خاصة الأستاذ المختص في الميزانيات الأستاذ هامر كان قد ناقش الأمور ويعني اختلف مع المضامين في العديد من النقاط، وهذا أمر إيجابي. يعني نحن لا ندعي، أي باحث لا يدعي أن يحتكر الحقيقة أو يصل إلى الحقيقة المطلقة، ولكن أن يثير فكرة، يعني هذه الفكرة بشأنها أن تثير آراء مضادة، فهذا أمر جميل جدا. الأمر الثاني الإيجابي هو أن الباحث يتوجب عليه أن يعيش بحثه، بمعنى لا تكون المعرفة مفصولة عن حياته اليومية. تحضرني رواية لميخائيل نعيمان اسمها اليوم الأخير، تحكي على بطل